المركز الثاني، الراهف تتواجد على ثاني التحديات، عتيق بن الصلف الثاني، الفلاسي يتواصل مع هذا الأداء الجميل والمميز. المركز الثالث هنالك شعلة لسيد حمد بن سالم بن هضعه الشريفي القادم على مستوى ثالث التحديات، بينما النقلة القادمة إلى المركز الرابع وهنالك ملوح الحبروت بن حمد بن سالم الجنيبي يقدم لنا ملوح على المركز الرابع. المركز الخامس انذار وصلت الآن، وخليفة بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري يقدم لنا انذار على مستوى المركز الخامس، بينما المركز السادس هنالك مياسة حمد بن بخيت بن مطر بن هواش الخيالي وصل على المركز السادس. والمركز السابع هنالك كوادر سعيد بن احمد بن سهيل بن بطل عيالي القادم على المركز السابع. المركز الثامن هنالك مزنة حمد بن علي بن شطيط الوهيبي القادم مع انطلاق مزنة، أيضا الوصول على المركز الثامن هنالك والانطلاق مع غلا حمد بن سعيد بن هويدن الكتبي، وصل شعار بن هويدن ليتقدم مع هذا الانطلاق المميز، وأيضا مشغلة عبد الله بن خلفان بن علي الرفيسة الكتبي. المركز العاشر ختام هذه الجولة الجزيرة للسيد هزاع بن مطر بن محمد المنصور سوري يأتي على المركز العاشر من خلال انطلاق الجزيرة. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الأول لمسار هذا الشوط. نعود بحضراتكم إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول، وإلى ناصية ناصر بن سعيد المحسن الفلاحي مسيطرا على هذه التحديات ومسيطرا على الانطلاق الأول. يريد الناموس، يريد السيارة، يا سلام يا سلام. أتابع انذار الواصلة على المركز الثاني، ولكن هنالك من الجانب الأيمن رهف عتيق بن الصلف الثاني بن عتيق الفلاسي مع هذا الانطلاق. المركز الثالث انذار تتقدم الآن وتنطلق هنا بمتابعة خليفة بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري شعارا يعرف طرق النواميس، يتواصل على المركز الثالث. المركز الرابع واجد مع شعلة، شعلة من الحماس، شعلة من التنافس، حمد بن سالم بن هضعه الشريفي يقدم لنا شعلة القادمة على المركز الرابع. المركز الخامس التواجد مع كوادر سعيد بن أحمد بن سهيل بن بطي العيالي القادم على مستوى المركز الخامس. يا ترى لمن السيارة؟ لمن الفوز والانتصار؟ لمن ناموس عاصمة الميادين؟ المركز السادس التقدم والانطلاق والاندفاع مع مزنة حمد بن علي بن شطيط الوهيبي أبناء السلطنة متواجدين مع هذه التحديات وهذا الانطلاق الجميل والمميز. المركز السابع أتابع هنا الجزيرة هزاع بن مطر بن محمد المنصوري مع انطلاق الجزيرة على مستوى المركز السادس، ولكن التغيرات مع غلا حمد بن سعيد بن هويدن الكتبي بدأ يتقدم شعار بن هويدن، وأيضا الوصول وصل الجوري ناصر بن علي بن ناصر بن عبد الله المسند يقدم لنا جوري على المركز الثامن. المركز التاسع تقدير القادمة حمد بن محمد بن حمد بن عبدان المر مع هذا الانطلاق على المركز الثامن. المركز التاسع أتابع التحديات مع مشغلة عبد الله بن خلفان بن علي الرفيسة الكتبي، وأيضا الوصول الغزيل راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي وصل مع انطلاق الغزيل على المركز التاسع. المركز العاشر مناورة علي بن سلطان بن رشيد الكتبي ندائنا الثاني في مسار هذا الشوط، واثنين كيلومتر ما يفصلنا عن خط النهاية، ما يفصلنا عن المقصورة الرئيسية، والقيادة هنالك مع شعلة غيرت الأمور. الله يا شعلة بدأت تنطلق، بدأت ترفع راية التحدي مبكرا مع لوحة الاثنين كيلومتر لتنطلق بهذا الأداء وبهذا المستوى الرفيع الذي يليق بحضرة هذا الشعار، شعار حمد بن سالم بن هضعة الشريفي. يا سلام، مقدما لنا اسم شعلة على المركز الأول. المركز الثاني
المركز الثاني يتواجد هنالك شعار عتيق بن الصلف الثاني بن عتيق الفلاسي، وايضا كوادر سعيد بن احمد بن سهيل بن بطي العيالي. غيرت الان كوادر باحثه عن الكادر الاول في قناه ياس الرياضيه، ولكن هنالك السيطره مع شعله حمد بن سالم بن هضع الشريفي. ركز يا خالد، ركز مع انطلاق شعله على المركز الاول. يا سلام يا سلام، بدأنا نقترب هنا من الكيلو الأخير، من الكيلو الخطير، كيلو الحسم، كيلو النواميس. يا خالد على المركز الأول يقدم لنا شعلة حمد بن سالم بن هضعة الشريفي. الشريفي لا زال هو المسيطر، يبحث عن شرف الناموس، يبحث عن الفوز والانتصار. الكيلو الأخير، دخلنا أجواءه، دخلنا تحدياته. يا سلام، كوادر، كوادر على المركز الثاني، سعيد بن أحمد بن سهيل بن بطي العياري، ولكن هنالك شعار يتقدم في هذه اللحظات مع انذار خليفة بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري. حذاري من شعار بن عاضد، ولكن وصول وصلت اعتبار، ومرحبا بالامبراطور عتيق بن علي بن حمد بن علي بن قريع المري، يقدم لنا اعتبار في اول ظهور لها مع الكيلو الاخير. ولكن كوادر، كوادر انطلقت الان، انذار، اعتبار، اسماء مميزة، اسماء فنانة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. ولكن كوادر، كوادر سيطرت على المركز الأول، بحثت عن الكادر الأول واستلمت الآن. وهنا كاميرا قناة ياس تصورها في كادر مميز، المركز الثاني. انذار، 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 وانذرتكم من هذا الشعار، شعار بن عاضد، شعار المهيري، خليفة بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري. كوادر، انذار، انذار وكوادر، ولكن كوادر، سلام كوادر، سلام. سعيد بن احمد بن سهيل بن بطي العيالي المركز الثاني، انذار، خليفة بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري المركز الثالث، وصلت اعتبار عتيق بن علي بن قريع المري المركز الرابع. المركز الرابع رهف عتيق بن الصلف الثاني بن عتيق الفلاسي. المركز الخامس شعلة حمد بن سالم بن هضعة الشريفي. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك الكوادر سعيد بن احمد بن سهيل بن بطي العيالي. هنا لحظات الإعادة، لحظات الفوز والانتصار. قاطعت مسافة 6 كيلومترات، 9 دقائق 15 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت انذار خليفة بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري، من حصل على المركز الثاني. تهانينا والناموس لبن عاضد على فوز انذار بالمركز الثاني، 9 دقائق 15 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. المركز الثالث وصلت اعتبار على المركز الثالث عتيق بن علي بن حمد بن قريع المري، 9 دقائق 19 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.